في سورة الطور قسم كثير. والطور ايه هو؟ جبل الطور. وكتاب مسطور ايه؟ ايه مش كده على التفسير؟ التفسير احنا قلناه على المنبر، بنعرف الشرايط، بنتكلم على التأمل اللي ملوش علاقة بالتفسير، واللي هو بس ما يخرجش عن الحدود. لما إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. الله، أيوة، لكن أنت ما تخافش، كلام مش ليك. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزن. طيب مش هنخاف ونطمئن بالله تبارك وتعالى. بيبشرنا بقى، بيقول ايه؟ بيقول والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الايه معناها في التفسير انه الاب واولاده، الاب دخل درجة اولى، اولاده عبده بس دخلوا درجة ثالثة. يقوم ربنا سبحانه وتعالى اكراما للاب اللي في الدرجة الاولى يرفع الذرية من درجة ثالثة لدرجة ايه؟ اولى. وما ينزلش الاب ولا درجة، يعني يطلع اللي تحت للي فوق وما نزلش اللي فوق، اللي فوق للي تحت زي ما عمل صاحبه. ها؟ لا طلع اللي تحت ولا ساب اللي فوق فوق، نزل اللي فوق تحت، بقى كله فين؟ بقى كله تحت. ربنا سبحانه وتعالى بيطلع اللي تحت لمستوى اللي فوق. واسمع تاني، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني اللي فوق ما أنقصناهمش من أجرهم شيء، خليناهم في المستوى العالي بتاعهم، طلعنا اللي تحت طلعنا فوق. دي الآية كمعنى يعني. طيب افرض بقى العكس، افرض ان الابن هو اللي فوق، هل يطلع الاب لدرجة الابن؟ مش عارف. طيب مدام مش عارف، عاوز تتأمل في الآية تقول ايه؟ أقول إذا كنت بتحب مراتك وعيالك، صحيح، خليهم يبقوا زي ما ربنا يقول عليهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان. مش بقى بتحب ولادك تجيب لهم المدرسين وتديهم دروس خصوصيه وتديهم المدارس ومش عارف تجيب له جزمه على العيد والحنان الدنيوي ده كله كوم، والحنان الحقيقي الاخروي كوم تاني. حقيقه الحب الصادق انك تخاف على المحبوب من كل ما يؤذيه. اخطر ما يؤذي المحبوب العذاب الدائم او غضب الله او الموقف للسؤال او التعرض للهلاك، زي ما نبه وقال قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى التأمل في الآية هنا كأنه بشرى للمؤمن اللي بياخد بايد اولاده الى طريق الدين، وكانها ضمنا وصيه لكل انسان
ربنا خداه ما ينساش ولاده. خذهم معك، خذهم معك، فكأنها وصية مهمة جدا. الطفل بيقلد الأب، حصل بتصلي هيصلي، جاي الجامع هاته في ايدك. دايما كلمه عن الخير، دايما كلمه عن المعروف، دايما كلمه عن ربنا، دايما كلمه عن الإحسان. حببه في الله، خليه يحب ربنا، خليه يحب القرآن، خليه يحب الصالحين، خليه يحب الجامع، علشان إذا كنت بتحبه صحيح ما تخسروش يوم القيامة. فاكرين الآية اللي عمل اتأمل فيها؟ إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، كنا أهليهم بتوع الدنيا ولا أهليهم اللي هم الحور ولا إيه، مش عارفين. فأكيد الآية دي برضو بتدينا جزئية من الفهم. اللي بيحب ولاده صحيح، طب ما تاخدهم في إيدك، ما تاخدهم في إيدك. بس آخرين مرة كنا قلنا حديث إنه الراجل اللي ربنا بيمن عليه وبيعدي وبيخش الجنة بيدور على مراته وعلى عيانه وما يلاقيهمش، بيقول يا رب فين 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 مراتي وفين عيالي، يقول له ايه؟ لم يعملوا بعملك. فيضرع الى الله يقول كنت اعمل لي ولهم فيرفعون اليه. فالايه بتدي احساس وبتدي يعني توجيه انك ما تهتمش بنفسك بس، لان الحقيقه الواحد ساعات يشوف الراجل بيجي تهنا وبيصلي وبيعرف ربنا ورايح جاي وشايل مراته سايبها. ولذلك انا كنت حريص جدا اول ما بدات الطريق ده من 30 سنه، كنت حريص ان اللي يجي عندي يتعلم لازم مراته تتعلم معاه وتبقى معاه على نفس الخط نفس الطريق. يوم البيت كله يبقى بيت صالح وتنشأ الأولاد في بيت فيه الوئام والصلاح، ما يبقاش الراجل في سكة والست ايه في سكة تانية. فالحقيقة الآية بتدي هذا الإحساس والشعور إن الإنسان ما ينساش أهله، وإذا كنت بتحبهم صحيح تخاف عليهم من عذاب الآخرة، وإذا كنت بتحبهم صحيح تبقى عايزهم معاك. عشان يجوا معاك لازم ايه؟ لازم يمشوا نفس الخط. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. عشان كده سالتك السؤال الاول اللي هو طب واذا كان الابن هو اللي اعلى مقام من الاب بيحصل ايه؟ مش عارف مش عارف. القوامه للاب والاصل في الاب. فلو حدث العكس وكان الأب كويس لكن ما وصلش للمقام العالي ده، هل يستطيع الابن انه يطلب ان ابوه يكون معاه؟ يتهيألي اه، لكن بيتهيألي لكن مش بلاوي معرفش. طيب